ومعنا على الهواء أستاذ عادل مصلحي، المدير التنفيذي والمنسق العام لمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والإنشاد. برحب بحضرتك معنا يا أستاذ عادل، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذة لبنى وكل السادة المشاهدين والمتابعين، بنقول لهم مساء الخير وكل سنة وانتم طيبين. يا أهلا وسهلا، مساء النور يا فندم. يعني الحقيقة عشنا مع حضراتكم في الجزء اللي احنا شفناه كده، يعني أجواء روحانية جميلة. أكيد كلنا العالم والشعوب العربية والإسلامية في أمس الحاجة ليها في هذا التوقيت. فلو اتكلمنا شوية عن فكرة المسابقة ودي الدورة السادسة ليها، يعني احكي لنا عنها يا أستاذ عادل، وإيه طبيعة فعالياتها؟ علشان نحكي لك يا لبنى على المسابقة وفكرة المسابقة، هي اتفضل يا بدأت فندم. في القناة الرابعة وانت واحدة من زملاتنا اللي كانت معانا في القناة الرابعة، وبدأت سنة 2004 محلية على مستوى إقليم القناة في تلفزيون القناة، ثم بعد ذلك انتقلت إلى على مستوى الجمهورية لتذاع في كل القنوات الإقليمية. وبعد كده لما تولى السيد اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد، كانت الأستاذة نايلة فاروق قعدنا معاها واتفقنا إن احنا ممكن نحولها لمسابقة دولية بمساعدة محافظ بورسعيد، وبالفعل تم عرض الفكرة على السيد اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد، ووافق على الفور، واعتبرنا من أول 2018 والمسابقة أصبحت دولية، كانت في دورتها الأولى وحملت اسم فضيلة المرحوم الشيخ محمد رفعت. على الفور السيد المحافظ رفع الأمر للسيد معالي رئيس الوزراء الذي وافق على الفور على رعاية هذه المسابقة، وأصبحت منذ الدورة الأولى في عام 2018 وهي تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء وحتى الدورة السادسة. يمكن أول دورة كانت باسم الشيخ محمد رفعت، الدورة الثانية كانت باسم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ثم النقشبندي، ثم محمود خليل الحصري، ثم مصطفى إسماعيل، ثم هذه الدورة نصر الدين طوبار. ودي يمكن احنا تميزنا عن باقي المسابقات الدولية بهذا الامر، ان احنا بنطلق اسم من مشاهير القراء والعمالقة، لان مصر كما تعلمين وكل السادة المستمعين المشاهدين عارفين ان مصر هي دولة التلاوة، فاطلقنا علم من اعلام التلاوة على كل دورة من الدورات. ثم بنوجه الدعوات، طبعا بنعمل اول مسابقة محلية على مستوى الجمهورية، بنصف بين شباب مصر وبين الفتيات الحافظات للقرآن الكريم، بنعمل لهم تصفيات علشان نختار منهم واحد في كل فرع من الفروع يمثل مصر في هذه المسابقة. المسابقة اربع فروع، الفرع الاول حفظ القرآن الكريم كاملا بروايتين للشباب، ثم حفظ القرآن الكريم للإناث في رواية واحدة، ثم بعد ذلك الإنشاد والابتهال، ثم الأصوات الحسنة في قراءة القرآن. كل سنة بيمثل من 60 ل 65 متسابق من مختلف دول العالم. بدأنا هذه المسابقة في 2018 ب 12 دولة عربية كانت على مستوى الوطن العربي فقط، ثم بعد ذلك توسعنا إلى أن أصبحنا النهاردة دخل المسابقة في البداية 67 دولة تم تصفيتهم عبر الأونلاين باختبارات وأصوات مسجلة اتبعتت لنا وقيمناها، وصلنا في النهاية ل 44 دولة حاليا على أرض مصر وعلى أرض محافظة بورسعيد. الجميل في هذا الموضوع انها خرجت من رحم الهيئة الوطنية للإعلام، لان المسابقة بتقام بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ومحافظة بورسعيد، وبتذاع على شاشات التلفزيون المصري في رمضان لمدة 25 دقيقة كل يوم في رمضان، وحتى ليلة العيد بنوزع الجوائز في مسابقة في حفل كبير بيتم لتوزيع الجوائز على لا يعني استاذ عادل، يعني الفعاليات دي هتفضل مستمرة معانا لغاية شهر رمضان، ولا هتخلص وهنذيع اللي حصل فيها؟ لا يعني لا لا، اتفضل. احنا برنامج الفائزون بيتبنى هذه المسابقة، وهي خرجت من رحم هذا البرنامج، ان احنا بنسجل ال30 حلقة بتوع رمضان وبنستغل وجود المتنافسين، وانا بدير المسابقة مع لجنة التحكيم على مستوى عالي بيترأسها الاستاذ الدكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف بالازهر،
ومعانا نخبه من المحكمين زي فضيله الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، معانا من الامارات، معانا من اليمن، معانا من المغرب، معانا من طاجكستان، معانا من مالي. كل هؤلاء محكمين من خارج مصر، سبعه من خارج مصر وسبعه من داخل مصر، الاستاذ حسام صقر من الاوبرا المصريه. انا عايز بس اقول ان المسابقه لم تتوقف عند ان احنا بنختبر الناس وننجحهم ونديهم جوائز ونقول لهم مع السلامه، لا، اللي بيفوز معانا بنتبناه كبرنامج وبنقدمه للاذاعه المصريه والتلفزيون، ويعتمد في لجنه الاذاعه والتلفزيون ويصبح قارئا او مبتهلا في الاذاعه. والحمد لله بنستطيع ان احنا بنقدم في كل دوره وفي كل سنه بنقدم 2 قراء او مبتهلين للاذاعه والتلفزيون المصري، ثم بعد ذلك بناخد برضو المتميزين ونوديهم للاوبرا بنتبناهم وبيتم قبولهم في الاوبرا. والنهارده ما شاء الله يعني يمكن ده بالنسبه للمتسابقين المصريين في الاذاعه والتلفزيون من حوالي شهر. بالنسبه للاجانب، احنا بنكتفي ان احنا خلاص هم حصلوا على المراكز بتاعتهم، خدوا جوائزهم، توكلوا على الله. احنا يهمنا المتسابق المصري اللي احنا بنتبناه، وما شاء الله النهارده كل خريجي هذه المسابقه اسمائهم هي اللامعه في مصر والوطن العربي بل في العالم. النهارده لما يكون معانا امريكا، لما يكون معانا كندا، لما يكون معانا استراليا، لما يكون معانا السويد، لما يكون معانا الدول العربيه، دول افريقيه، كل هذه الدول اصبحت مسابقه عالميه بفضل جهود محافظه بورسعيد. وفي الحقيقه من لم يشكر الناس لا يشكر الله. ان ربنا سبحانه وتعالى وفقنا ونجح لنا هذه المسابقه، وكان الفضل بعد ربنا في ان احنا كاسره برنامج الفائزون لما عرضنا الفكره وقلنا انها تبقى دوليه تبنتها الاستاذه نيلة فاروق رئيس قطاع التلفزيون المصري، واقتنعت بالفكره وهي كانت في ظهرنا لغايه ما عرضناها مع بعض على السيد المحافظ، والمحافظ وافق رغم انها المسابقه بتتكلف في حدود 4 مليون جنيه. 4 مليون جنيه سواء تذاكر او جوائز او اعاشه او اقامه، انت عارف حضرتك الاسعار بتبقى عامله ازاي. لكن ما فيش حاجه تقارن ابدا بمضمون المسابقه دي والهدف منها، وانك تستمع لاصوات عذبه وحسنه من قراءه القران الكريم والابتهالات، مصريين اجانب يعني كل المسلمين طبعا، فانك بتخرج بمشهد رائع وقيم الحقيقه. كل الشكر والتحيه لحضرتك يا استاذ عادل، استاذ عادل مصلحي المدير التنفيذي والمنسق العام لمسابقه بورسعيد الدوليه للقران الكريم والانشاد.